فهد شكرا جزيلا لك. الله يحييك تركي. محمد شكرا جزيلا لك. شكرا تركي. الله يطيب. نذكر فعلا انه فهد الهريفي ومحمد الديع التزموا رسميا انهم اذا فازوا فتح بالدوري راح نلبس كلنا الثلاثه تيشيرت نادي الفتح. لا دعما لا دعما لا تخليها على الفتح, خلها على اي فريق يفوز بالدوري بنلبس. بالعكس طيب انا ما عندي مانع, انا ما عندي بس حتى اتمنى الفتح حتى لو فاز الهلال ترى بنلبس كلنا. ما يخالف بس اتمنى الفتح ياخذ الدوري. ان شاء الله ياخذ الدوري الفتح. اتمنى ان شاء الله باذن الله الهلال ان شاء الله. كيف كل واحد يتمنى براحته, بس احنا الهدف من الموضوع فعلا اللي هو الدعم العمل الاداري المنظم لنادي الفتح. صحيح. وعشان يعني نبرز فعلا مدى امتناننا وتقديرنا للعمل المنظم لنادي والله يستاهلون الفتح. انا قبل 3 شهور كان معنا الاستاذ احمد الشمراني ضيف ما انسى, وقلت اتمنى يفوز الفتح بالدوري. قال لي تتمنى والهلال والاهلي والشباب والنصر يزعلون؟ قلت معليش اللي يبغى يزعل يزعل, انا اتمنى الفتح ياخذ الدوري لانه فعلا فريق كل تجربته مميزه. كل السعوديين متعاطفين مع الفتح لانه تجربه صراحه, لانه تجربه بصراحه حتى يفتح طريق للانديه صاحبه الامكانيات انه شوفوا برغم امكانيات الفتح القليله انه شوفوا طيب. بيحصل على الدوري. امشي نكون ملتزمين معه ولا لا؟ ان شاء الله. موعدنا غدا 11:30 في امان الله.